اهلا بيكم، انا دكتوره نرمين جيد، اخصائي الطب النفسي. مشاكلنا في علاقاتنا الزوجيه في الحقيقه مش دايما بتكون مشكله ومحتاجه حل واحد بس، ولكن في معظم الاحيان هي بتبقى مجرد اختلافات في وجهات النظر، فبالتالي كل واحد فينا بيبقى عايز يفرض وجهه نظره ويقول ان هي الصح عشان يكسب في الصراع ده، ولكن مش دي الحقيقه. تعالوا نحاول نغير طريقه تفكيرنا من انه كل واحد فينا بيحاول يكسب معركه الى ان احنا بنحاول نلاقي طريقة نتعامل بيها مع بعض ونتعامل بيها مع المشكلة دي. في موقف زي أزمة كورونا أو أزمات اللي ليها علاقة بالحاجات المصيرية أو التوتر الشديد، آرائنا وردود أفعالنا بتختلف بشكل كبير. فممكن حد بياخد باله بزيادة، موسوس قوي أو بيعمل إجراءات زيادة عن اللزوم، والناحية التانية ممكن يبقى حد شايف إن دي حاجة عادية ومش مشكلة أصلاً، والناس مكبرة دماغها والناس مكبرة الموضوع، فبالتالي مش قلقان قوي او قلقه اقل، وبالتالي بردود افعاله ناحيه الموضوع ده انه انا مش هعمل اي حاجه وهسيبها كده. مهم ان احنا ما نحاولش نغير وجهات نظر بعض دي. محتاجين يبقى في حل في الاخر هنعمله احنا الاثنين سوا، ولكن مش كل واحد بيحاول ان هو يغير وجهه نظر التاني. فبدل مثلا ما بعملش اي اجراءات وبنزل ومكبر دماغي، او اني طول الوقت قاعد وقافل على نفسي موسوس، يبقى حاجه في النص، انه مثلا لو هنزل للضروره القصوى وانا واخد الاجراءات الاحترازيه، وهكذا. ده هيمشي في حاجات كتير في حياتنا. ما بنحاولش نغير وجهات نظر بعض، نحاول نفهمها زي ما هي ونوصل لحل وسط. لما اجي محتاجه اني اطلب حاجه، اطلب بشكل مباشر وواضح، يعني ما استنتجش ان الشخص اللي قدامي فاهم انا محتاج ايه فهيعمله. فمثلا بدل ما اقول ممكن تساعدني النهارده، ممكن اطلب اللي انا محتاج المساعده اللي انا محتاجاها بشكل واضح. فمثلا لو انا محتاجه انه يقعد مع الولاد شويه او يذاكر مع الولاد، انا محتاجه اقول الحاجه اللي انا عايزاها بشكل واضح وصريح. وكمان الراجل محتاج يعمل ده، بلاش انه افتراضيه ان الشخص اللي قدامي فاهم هو المفروض يعمل ايه. حقيقه احنا ما بنقراش افكار بعض، واحنا بنتكلم مع بعض ما ننساش ان احنا اتنين مرتبطين، يعني مش لازم يبقى طول الوقت الحوار والنقاش قفش وكلام جد قوي. الهزار والدم الخفيف بينفع في المواقف دي، بالعكس بينفع اكتر بكتير في المواقف اللي فيها التوتر. فخلينا دمنا خفيف، خلينا لطاف، بلاش كل حاجه ناخدها بعصبيه وقفش. لو انا حسيت ان الشخص اللي قدامي محتاج انه يسمع اعتذار، ايه المشكله ان انا اعتذر؟ الاعتذار عمره ما بيقلل من كرامه الشخص اللي بيقدمه، بالعكس تماما، هو بيبين قد ايه احنا مهتمين بالعلاقات بتاعتنا. وارد جدا واحنا بنتكلم واحنا بنرد وبنتناقش الغضب يزيد قوي واحس اني مش قادر اسيطر على افكاري. في اللحظه دي طالما الحوار رايح في حته سد ومش عارفين نوصل لحاجه، بناخد بريك، فسحه 5 دقايق، نص ساعه. احسن وقت للفسحه هو من نص ساعه وقبل ما اليوم يخلص، يعني ما نبيتش مشاكلنا لتاني يوم. هاخد البريك، هنبعد عن بعض، ولكن مش قبل ما اليوم يخلص لازم نكون متكلمين في الموضوع، بنتفق هنرجع نتكلم تاني امتى عشان نكمل الحوار اللي مخلص. هنعمل ايه بقى في الفسحه دي او في البريك عشان نستعيد طاقتنا ونهدى؟ اهم حاجه ان احنا ننفصل، نبعد عن بعض، يعني انت في مكان وجوزك هيبقى في مكان تاني، في اوضه تانيه، في حته تانيه. بنعمل حاجه ملهاش علاقه خالص بالمشكله، بنحاول ان احنا نهدي مشاعرنا بكل الاشكال الممكنه. في الوقت ده هنهدي اعصابنا، هنراجع افكارنا، هنراجع نفسنا، وبعدين نرجع في الميعاد اللي احنا اتفقنا ان احنا هنرجع في نتكلم فيه، ونبدا نتكلم بالراحه، نسمع بعض، نعبر من غير هجوم، ونعبر عن مشاعرنا بشكل واضح، ونطلب طلباتنا بشكل واضح. مهم دايما طول الوقت خلافاتنا ومشاكلنا وخناقاتنا تكون بعيد على الاولاد. فتعالوا النهارده التمرين يكون تمرين للتقدير والامتنان. جرب تقول لمراتك 5 حاجات بتحبها فيها، او 5 حاجات هي عملتها النهارده بسطتك او كانت ايجابيه. حاولي تقولي لجوزك 5 حاجات النهارده انت مقدراهم فيه. فمثلا انت اب عظيم، انت النهارده ساعدتني في البيت، انت النهارده كنت داعمه ليا. كل يوم نتكلم مع بعض ونقول ايه الحاجات اللي احنا مقدرينها في بعض.